في ذكرى مرور شهر على فض اعتصامي ميدان النهضة ورابع العدوية، احتشد أنصار جماعة الإخوان المسلمين ومؤيد الرئيس المعزول محمد مرسي في الشوارع والميادين في مسيرات وتظاهرات تطالب بإسقاط ما أسموه الانقلاب العسكري وعودة الشرعية الدستورية حسب تعبيرهم. هؤلاء الذين خرجوا تحت ضرب النار والرصاص لن يتراجعوا حتى يكسروا هذا الانقلاب الغاشم. كل يوم هنشارك وطول ايام الاسبوع هنشارك لحد ما ترجع شرعيه مره تانيه. احنا هنموت شهداء زي اخواننا اللي ماتوا، هنجيب حقهم ونحقق حلمهم ان شاء الله. استمرار المسيرات الحاشدة والمظاهرات من قبل أنصار جماعة الإخوان المسلمين واجهتها السلطة الحاكمة بقرار مد العمل بقانون الطوارئ شهرين آخرين مع استمرار فرض حظر التجول في البلاد، هي محاولة إذن لإحكام السيطرة على الأوضاع الأمنية حسب مراقبين. حالة الطوارئ تسهل مهمة قوات الأمن في الحفاظ على الأمن وأحكام سيطراتها قدر الإمكان، خاصة في الفترة المسائية حيث يتم السيطرة في ظل فرض حظر التجول بسهولة على الشوارع، ويتم تأمين المنشآت العامة والحيوية بشكل أيسر بالنسبة لقوات الأمن. لم تخلو مسيرات المتظاهرين في الإسكندرية من اشتباكات وأعمال عنف، ليبقى المشهد في مصر ميدانيا ما بين حشود المتظاهرين من أنصار الرئيس المعزول وبين سيطرة النظام الحاكم على الأوضاع بقرارات صارمة. رغم تمديد حالة الطوارئ في مصر، إلا أن إصرارا على استمرار ومواصلة المسيرات والتظاهرات في قلب شوارع والميادين في مصر يبدو جليا على وجوه المتظاهرين هنا حتى إشعار آخر. من القاهرة محمد أمين، العالم.